بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في استوديو الابطال. النهارده هنقل لحضراتكم مباراه كره السله الاهلي وسبورتنج في دوري السوبر لكره السله في الدور الترتيبي في الجوله قبل الاخيره في موسم 2021. المباراه ستقام الساعه 8:30 على صاله الامير عبد الله الفيصل من مقر النادي الاهلي بالجزيره. في البدايه قبل ما نتناول المباراه تحليليا وفنيا، برحب بضيوف الاستوديو، برحب بنجم النجوم منتخب مصر والنادي الاهلي وعضو لجنه انتقاء المواهب في النادي الاهلي وايضا هداف بطوله الاولمبياد لوس انجلوس 1984 كابتن محمد السلاوي. اهلا بك يا كابتن. اهلا بك يا كابتن عايز. منورنا في الاستوديو. الله يخليك، ان شاء الله تكون يعني باذن الله وجبه دسمه نقدر نشرحها ونحللها كويس ان شاء الله يا كابتن. باذن الله. برحب بنجم النادي الاهلي ومنتخب مصر ومدير فني فريق الشباب من النادي الاهلي الكابتن اسلام علي. اهلا بك يا كابتن. اهلا بيك كابتن هيثم، منور استوديو قناه. ربنا يبارك فيك ومنورين. احنا مع كابتن اسطوره النادي الاهلي ومنتخب مصر كابتن سلعاوي، شرف لينا ان احنا قاعدين طبعا مع النجم بتاعنا كابتن سلعاوي. اجي لحضرتك دائما ابدا. في البدايه شايف المباراه مهمه للفريقين ازاي؟ شايف المباراه مهمه للفريقين علشان المباراه الاثنين بتنافسوا على مركز واحد. للاسف احنا خسرنا المباراه الاولانيه لظروف خارجه، كان اصابات وبعض المشاكل اللي كانت بتواجه الفريق، لكن ان شاء الله المباراه دي تبقى رد اعتبار. هنعمل مباراه ان شاء الله كويسه، هنقدر نكسب ان شاء الله المباراه دي خاصه هي على ارضنا، ومش هنقول يعني بين جمهورنا بس، مصر كلها بتتفرج من خلال قناه الاهلي طبعا. طب كابتن يعني حضرتك بتقول ان احنا بنتنافس على مركز واحد اللي هو مركز الرابع. خلاص بقى صعب حد فينا يلحق الثالث، مركز الثالث الامور باينه بشكل الامور بعدت شويه نتيجه للاصابات اللي الدور الاول. الدور الاول. طب كابتن اسلام شايف اهميه المباراه النهارده بالنسبه للفريقين ازاي؟ رد اعتبار وتكمله لسلسله الانتصارات اللي ماشيه من اول الدور ده، وان شاء الله تكمل لحد الدور ما يخلص بغض النظر عن الترتيب، لان سواء رابع او خامس انا كده كده يعني رابع هلاعب الخامس، خامس هلاعب الرابع، هي يعني انا هقابل سبورتنج في البلاي اوف. الفكره كلها ان انا رابع احسن من الخامس، ان انا اخد ماتش زياده على ملعبي. ودي انا ما بعترفش بيها اصلا، يعني انا اللي عايز يكسب بيكسب بره وجوه. هي الفكره كلها رد اعتبار للمباراه الاولانيه اللي كانت في اسكندريه. الفكره الثانيه تكمله للانتصارات اللي حاصله من ساعه ما الفرقه كملت، ان شاء الله ربنا يعني يحميهم بقى والاصابات ويكملوا كده لاخر الموسم يعني ان شاء الله. دي الجوله قبل الاخيره يا كابتن، قبل الاخيره، قبل ماتش الاتحاد الاخير اللي هو يوم الخميس. ماتش الاتحاد تم تقديمه او الجوله الاخيره تم تقديمها كانت جمعه، اتبدرت بقت يوم الخميس عشان الكاس. يعني هيلعبوا الكاس يوم الاحد. الكاس هتلعب يوم الاحد. ضغط الماتشات دي برضو ومباراه الاتحاد هي المباراه الاخيره بتهيالي برضو هتبقى تحصيل حاصل، لان خلاص تقريبا حسابيا تحصيل حاصل. يعني كترتيب نقط هيبقى الاتحاد كده كده اول والاهلي ان شاء الله يكسب النهارده يبقى كده كده رابع، هتبقى حسابيا تحصيل حاصل. انما مهمه جدا 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 من وجهه نظري للكلام اللي انا دايما اقوله، الفرقه اللي عايزه تكسب لازم تكسب بره، لازم تكسب بره. شايف كده كابتن سلاوي؟ طبعا طبعا لازم يكسب بره، وانا شايف ان هم ماشيين بخطه كويسه للدور الثاني بالذات، يعني بصرف النظر عما حدث في الدور الاولاني من اصابات كده، لكن من اول الدور الثاني بادين بدايه منتظمه، معظم اللعيبه بدات ترجع واحد يعني بعد واحد، الفرقه شكلها بقى احسن. تمام. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم عشان نكمل طبعا تناول مباراه الاهلي وسبورتنج تحليليا، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. بفكركم تاني ان شاء الله هنذيع او هننقل على الهواء مباشره مباراه كره السله الاهلي سبورتنج من صاله الامير عبد الله الفيصل الساعه 8:30 ان شاء الله في دوري سوبر لكره السله. واللي مش قادر يشوفنا على شاشه قناه النادي الاهلي في بث مباشر باذن الله على صفحتنا على الفيسبوك وعلى قناتنا على اليوتيوب، يقدر يتابعنا كده او كده. كابتن محمد يمكن اجي لحضرتك، يعني احنا في نهايه الدور او الجوله الثانيه، فمحتاجين مع الساده المشاهدين نستعرض مشوار الاهلي في دوري سوبر رجال السله. اتفضل يا كابتن سلام. هو مشوار دوري السوبر انقسم لقسمين، الدور اول ودور ثاني. خلص الدور الاولاني واحنا بنلعب في اخر ماتشين، عندنا النهارده سبورتنج والاتحاد. ده في الدور الثاني. في الدور ده نفكر الناس بالدور الاولاني. تمام اتفضل. الجوله الاولى كان الفوز على المصريه للاتصالات 73-68، والجوله الثانيه خسر، وثاني الجوله الثانيه خسرنا من طلائع الجيش 78-76، الجوله الثالثه خسرنا من الجزيره 81-77، الجوله الرابعه فوزنا على الزمالك 112-106 بعد وقت طافي، الجولة الخامسة خسرنا من سموحة 88-83، الجولة السادسة الخسارة أمام سبورتنج 74-69، الجولة السابعة الخسارة من اتحاد اسكندري 74-71، الجولة الثامنة الفوز على المصرية للاتصالات. ده بقى بداية الدور الثاني هنا من الجولة الثامنة. الدور الثاني من
بدأنا الدور الثاني كسبنا الاتصالات 96-79، كسبنا طلائع الجيش 86-63، كسبنا الجزيرة 72-64، كسبنا الزمالك بعد قرار اتحاد الباسكت الفوز على الزمالك اعتباريا بقرار 20-0. الجولة الثانية 10 الفوز على سموحة 95-85. وترتيبنا دلوقتي حسب لغاية النهاردة ترتيبنا الرابع ب 19 نقطة. تمام، يعني احنا شايف كده بالنظرة مجردة احنا الدور الثاني ما فيش ولا هزيمة الحمد لله، ويبقى لنا مباراتين، مباراة سبورتنج النهاردة ومباراة أيضا إن شاء الله الاتحاد يوم الخميس. كابتن إسلام استأذنك، يعني لازم نستعرض أيضا مشوار سبورتنج في دوري سوبر رجال السلة. اتفضل يا كابتن إسلام. سبورتنج في الراوند الأولاني السبع ماتشات الأولين كسب 4 ماتشات من أصل 7، فاز على سموحة 3 بونت. طب هنقول بالترتيب يا كابتن، لو هنقول على الجولة الأولى خسر قدام الجزيرة فرق 10 بونت 71-71، الجولة الثانية فاز على سموحة 65-62، الجولة الثالثة خسر من الاتحاد 90-78، الجولة الرابعة فاز على الجيش 80-56، الجولة الخامسة خسر من الزمالك 65-57، الجولة السادسة فاز على الأهلي في اسكندرية 74-69 5 بونت، الجولة السابعة نهاية الدور الأول فاز على الاتصالات فرق كبير 23 بونت 75-52. نخش بقى الراوند في الراوند الثاني اللي هو الدور الثاني. اول ماتش الجوله الثامنه يعتبر خسر من الجزيره 81-63، الجوله التاسعه فاز على سموحه 75-73، كانت مباراه جامده دي. الجوله العاشره لو هنلاحظ ان هو كسب سموحه رايح جاي، يعتبر كسب سموحه وده ديربي سكندري قوي جدا، قوي جدا. وبحيي فريق سبورتنج لان بتلعب من غير محترف، الفرقه الوحيده هي وجيش بتلعب من غير محترف. الجوله العاشره خسر من الاتحاد السكندري 90-68، الجولة 11 خسر من الجيش 67-62، الجولة 12 الأخيرة كانت خسر أمام الزمالك 76-64، ترتيبه حتى الآن الخامس بعد الأهلي برصيد 17 بونت، فرق 2 بونت عن الأهلي، ودي تدي ارتياحية شوية. بس أنت حضرتك قلت حاجة في النص يا كابتن إسلام، إن أنت بتحيي فريق سبورتنج الحقيقة. والحقيقة إحنا برضو بنضم صوتنا لصوتك خاصة إنه ما هوش محترف. أولا مجهود يشكر عليه مجلس إدارة نادي سبورتنج بالكامل، يعني ان هم دعموا كابتن وائل بدر. طبعا كابتن وائل بدر يمثل جيلنا وكلنا بندعمه وبنشجعه لانه يعتبر من المدربين الجداد على الدوري للفريق الاول، مسك السنه اللي فاتت سبورتنج في نص الموسم كمل بيهم وخد ثالث دوري مرتبط السنه اللي فاتت، والسنه دي واخد بس السنه فاتت كان معاه محترف يعني اللي هو تودو براين اللي كان بيلعب في الاهلي، السنه دي السنه من اولها من غير محترف واخد ثالث دوري مرتبط بعد الاهلي والاتحاد اللي لعبوا فاينل دوري مرتبط، يعني يجي بعد منه فرق تقيله كبيره في الباسكت زي الجزيره والزمالك وي هو خد ثالث دوري مرتبط. الماتش النهائي اللي بينه وبين السموحه على ثالث ورابع دوري مرتبط، احنا عارفين نظام المرتبط اللي الصغيرين بيلعبوا الاول بعدين الكبار، بعديها الجوله اللي بعديها الصغيرين بيلعبوا بعدين الكبار، فهو كسب اول يوم صغيرين وكبار، ثاني يوم كسب صغيرين، فخلاص مش محتاج الماتش الرابع. هو فعلا ما تلعبش، يعني هو ما تلعبش خلاص، كان اتحسمت خلاص، كان تحصيل حاصل. فبحييهم تاني وبحيي كابتن وائل بدر وكابتن طارق صبحي المدرب العام والجهاز الفني بالكامل على الاداء وشكل الفرقه، ان 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 الفرقه ما تاثرتش بشكل كبير. صحيح. يعني ممكن يكون معاهم محترف ممكن ينافس على البطوله. انا برضو عايز اسمع راي كابتن سلعاوي في يعني فريق سبورتنج، يعني الحقيقه لازم نشيد بيه خاصه في وجود عضو مجلس اداره كريم سرور اللي كان لاعب في صفوف الفريق وبيقدم دعم قوي جدا من خلال مجلس الاداره لهذا الفريق. فحضرتك يعني متفق مع اسلام انه الفريق يعني قدم موسم كويس؟ كابتن اسلام انا عايز اقول برضو ان وائل بدر من المدربين الشباب اللي طالعين بيدرب في المنتخب، ومدرب له بصمات واضحه من خلال نصف الموسم اللي فات والموسم ده، وانه هو بيلاقي كل الدعم من مجلس اداره نادي سبورتنج، وكذلك كريم سرور طبعا لانه كان راجل بتاع باسكت، واحنا بنتمنى له التوفيق لانه هو يعني السنه دي خد المخاطره هو والجيش انه يلعبوا بدول اجانب. بس يا كابتن ما اعرفش حضرتك تتفق معاه، لا سبورتنج الحقيقه بيقدموا باسكت حلو. يعني بامانه ده من زمان، ايام الدكتور عوض عبد النبي وياسر جد الله، ويعني من اجيال متابعه لان عطا الله والحسين البشبيشي، يعني من يعني طول عمر الباسكت في سبورتنج كان يعني حاجه مميزه. صحيح يا كابتن. طب خلينا اكيد كان في مواجهات السنه دي بين الفريقين، لو ننفع نستعرضها مع حضرتك يا كابتن سلعاوي نبقى شاكرين لحضرتك جدا. بين الاتحاد وبين بين السبورتنج وبتاع يا كابتن هي
هي المواجهات حصل في نصف نهائي الدور المرتبط، فاز الاهلي ذهابا 84-65 وايابا 83-70. يعني المباراه اللي كانت في دوري المرتبط في نصف نهائي الدوري الاهلي كسب رايح جاي. نعم. لكن في كبار وصغيرين على فكره. كبار وصغيرين. لكن ذهاب الدوري الترتيب الدوري السوبر سبورتنج كسب 74-69 اللي هي المباراه الاولى اللي احنا اتكلمنا عنها. دي كان في غيابات كتيره من النادي الاهلي وقتها. كان في فكره اليكس يانج ما لعبش. لا الفرقه ما كانتش مكتمله، كان في كم كبير من الاصابات. 6 أو 7 وكورونا، وكانت الظروف برضو لسه. كان هبقى مين ما لعبش، وكان اليكس يانج ما لعبش، واحمد السلاوي ما كانش طبعا موجود، وكان على ما اتذكر كان النصر برضو ما كانش بيلعب. يعني كان في مجموعه من الاصابات من كتر المصابين، مش حقيقه مش كان وقتها مش قادر مش فاكر مين اللي كان مصاب امتى بس الحمد لله دلوقتي الامور اتحسنت وبقت. يعني خلينا نخش خلينا ندخل على الجهاز الفني لفريق رجال السله كابتن اسلام، نستعرضهم مع الساده المشاهدين. الجهاز الفني لسله سبورتنج، مدير فني طبعا كابتن وائل بدر. نبتدي بالاهلي. نبدا بالاهلي طبعا. كابتن اشرف توفيق مدير فني طبعا، كابتن سامي مصطفى المدرب العام، كابتن احمد الجرحي مساعد مدرب عام، احصائي محلل فني كابتن علاء لطفي، كابتن طارق غنام مدير اداري، كابتن وليد الخراط اداري فريق، دكتور نادر خزام اخصائي تغذيه، دكتور احمد عادل طبيب الفريق، واللي بقى اشفق عليه هو الدكتور هيثم الضبع اخصائي علاج طبيعي. بشفق على الاثنين دول تحديدا، احنا بنبقى حريصين ان هم يبقوا معانا لان طبعا شغالين طول السنه بايدين 10 صوابع و10 شمع بكميه الاصابات، يعني ربنا معاهم. دكتور احمد عادل طبيب الفريق، دكتور هيثم الضبع اخصائي علاج طبيعي، كابتن محمود حمدي مخطط احمال، كابتن محمد عيسى مدلك، حامل الكاس المهمات. هو اعتقد بس كابتن عيسى من محمود حمدي مش علاء العشري، هو علاء كابتن علاء العشري صح، لان محمود حمدي ده راح فريق كره القدم صح. وده يدل ان جهاز الباسكت قوي. يعني لما يبقى يتم الاستعانه. واعتقد برضو ان هيغيب النهارده من الجهاز الطبي كابتن هيسى الدكتور هيثم الضبط عشان عنده برضو كورونا، وهيكون موجود دكتور هيثم كورونا، حتى الدكتور دكتور كورونا، وطارق غنام طبعا كورونا برضو من دوله بالشفاء الاثنين، يعني يا رب يشفيهم هيثم دكتور هيثم وكابتن طارق غنام. وعلى فكره انا برضو اطمنت من طارق وكلمته، يعني حاولت اتواصل معاه والحمد لله حالته كويسه مستقره الحمد لله، بيتحسن وعازم نفسه الحمد لله. وبنطمنكم عليه طارق غنام بخير ان شاء الله، بيتحسن وقريبا هيرجع النادي يعني يتولى مهمته. وعايز اقول لكم كمان ان هو للاسف زوجته كمان يعني خدت كورونا منه، فطبعا ربنا يشفي الجميع. كابتن اسلام كورونا اصبحت جزء يعني من زي ما قلت من فتره كده، هيبقى لايف ستايل خلاص، يعني هتبقى حياتنا للاسف الفيروس ده هيبقى موجود معانا فتره، فلازم نتعايش بيه. يبقى في بقى اجراءات احترازيه على طول، تباعد اجتماعي على طول. ربنا يسترها. طب كابتن سلاوي نستعرض الجهاز الفني لكره السله بسبورتنج يا كابتن. وائل بدر مدير فني، طارق صبحي مدرب عام، هيثم كامل مدرب. على فكره كابتن طارق صبحي ده كان المدرب بتاعي في 16 سنه. من احسن المدربين. برضو من الشخصيات المحترمه جدا جدا. سامح صلاح المدير الاداري من انشط المديرين الاداري، يعني هو وطارق الغنام من انشط المديرين في الموسم ده اللي انا يعني. نعم. دكتور محمد الفلاح طبيب الفريق، دكتور ناصر قراره اخصائي التاهيل، اسلام الشبكاتي اداري الفريق والاحصائي، وده ابن الكابتن شبكات. لو قلت يمكن تشابه اسماء. اكرم السبكي مدرب احمال. بس خليني احب يعني اشيد بحد يا كابتن، وانت حضرتك اشدت بيه في القايمه، يمكن كابتن سامح صلاح. الحقيقه الراجل ده هو مدير اداري في سبورتنج دينامو، وكمان مش بس سبورتنج، يعني حتى لو منتخب مصر، وكمان لما انت بتلجا له في اي امر، يعني حتى لو الاهلي لجا له في حاجه مثلا اداريه بامانه. يعني انا بحب اوجه له التحيه هنا من استوديو ابطال النادي دائما ابدا، احنا بنقدر الشخصيات المحترمه جدا جدا يعني. وولد خدوم وخلوق جدا جدا، وهو فعلا من عامل اساسيه في تثبيت فرقه سبورتنج. صحيح، وهو معاهم بقى مش الاداري الوضع الاداري ده من اهم. وكمان برضو هيثم كامل، هيثم كامل ما نساهوش، ده كان جنة اسلام هيثم. ماسك فريق من الشباب، لعبنا مع لعب معانا بس هو ماسك فريق من فرق الناشئين. انا شفت صور ليه ولا لا 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 لا، هو مساعد لسيف سيف ماسك 20 سنه. انا يبقى انا ذاكرتي قويه الحمد لله. لا فريق سبورتنج فريق محترم. وجهز ملاحظه كمان على جهازنا السبورتنج، عجباني قوي ان اكرم السبكي مدرب الاحمال. اكرم السبكي ده
كان لعيب في نادي سبورتنج والاتصالات ومن ابناء نادي سبورتنج سنين ولسه مبطل. هو مجال تخصصه في الاحمال فاتحط في الجهاز الفني مدرب احمال. انا بحب جدا التخصص يعني لما مدرب احمال لاعب باسكت سابق ويتحط في جهاز فني ده في الاسلام بدون يعني قطع كلام حضرتك احنا بس بنفكر الساده المشاهدين ده ماتش الاهلي وسبورتنج في دوري المرتبط اللي كان بيتلعب على هيئه قناه السويس وهيئه قناه السويس في الاسماعيليه واللي كان قبل النهائي واللي فاز فيه النادي الاهلي. دي الملخص للمباراه احسن لقطات ليها يعني عشان بس نتذكر ونستعيد الذاكره تاني مع بعض. اتفضل يا كابتن اسلام. بتكلم على اكرم السبكي اللي هو مدرب مخطط الاحمال لفرقه السبورتنج. بس على فكره اكرم ما شاء الله يعني فيزيكالي ما شاء الله. انا بحب يعني احنا دايما طول عمرنا كان يشتغل معانا مخططين احمال على اعلى مستوى بس ايه مش بتاع باسكت. لما جالنا حد بتاع باسكت فارق معانا زي مثلا دكتور عمرو عبد الله دكتور اسامه النمر ناس بتوع باسكت واشتغلوا احمال فيقدر يديك الشغل بتاع اللعبه بتاع الباسكت العضله اللي بتشتغل فانا بحب ده جدا فعشان كده انا بحب برضو فريق نادي الاهلي في علاء عشري برضو من مخططين يعني الاحمال هايل هايل لعيب اولمبي يعني حاجه طراز لغايه دلوقتي لسه بيلعب يعني حاجه نحاول يا جماعه نجيبه كمان في يعني لو ينفع المراسلين يعني في ارض الملعب يجيبوا لنا يعني نفس الكلام اللي بيتكلم عليه كابتن اسلام بالنسبه لاكرم السبكي هو نفس الكلام بينطبق على علاء العشري. علاء العشري يعني طب ما كويس لو فرصه ان نجيبه لقاء معانا ان شاء الله قبل او بعد المباراه نقرب منه اكتر ونعرف يعني يعني أس يعني أس يعني كان ممثل مصر في كذا اولمبيات وبطل افريقيا وحاجه تشرف يعني حاجه مبهره. طب كابتن احنا كنا بنتكلم امبارح ان الحقيقه في اتحاد السله عنده ازمه ربنا يكون في عونهم انه في ارتباطات دوليه نادي الزمالك طلع بطوله افريقيا والمواعيد ملخبطه جدا يعني ازمه كبيره مهدده الدوري بان هو يكمل يعني. شفنا مباراه الجوله الاخيره اللي هي يوم الجمعه اتقدمت الخميس وشفنا الكاس اتحط يوم الاحد. الدنيا مزنوقه يا كابتن سلام. شايف ده ازاي؟ انا شايف ان اتحاد الباسكت هو يعني من انجح الاتحاد عايز ينجح المسابقه بتاعته عايز يخليها تكمل تمشي تكمل لان هو برضو تنساش ان اتحاد الباسكت ان في عز الازمات كان هو الوحيد الاتحاد اللي بيكمل اللي بيكمل الموسم بتاعه فهو يهمه. موضوع نادي الزمالك ده اعتقد حاجه خارجه عن الظروف لان البطوله الافريقيه دي تحديدها من قبل الاتحاد الافريقي لا ودي من 2020 كان يعني كان المفروض ده لكن الظروف الكورونا وكده اتاجلت لكن اتحاد الباسكت اعتقد بس يا كابتن لو استكمل الدوري هيبقى من اعداد المنتخب معلش ما هو برضه دي بالاتفاق مع المدرب المنتخب ممكن يتحل لازم هيتغير شكل المسابقه لازم هيتغير شكل المسابقه بشكل اللي هو يخلي ان الوقت يقصر وما يقصرش على لازم تكمل المسابقه طيب ما هو كابتن برضه يعني انت عندك منتخب عندك بطوله يعني بدايه مثلا دور الثمانيه كان المفروض انه بيست اوف 5 بقى بيست اوف 3 ما نعرفش لسه مش اكيد قبل كده كمان الراوند الاول الاخير ده يعني انت قلت معلومه كان يوم الجمعه لسه ما فيش اكيد يعني كان زمان اكيد ان الجمعه تبدل يوم بقى الخميس ده اكيد انما بيست اوف 3 بقى بيست اوف 5 احنا اللي نعرفه والمعلومه والكلام اللي جالنا والجوابات وكل المراسلات بيست اوف 5 الا اذا تم تغييره بقى بيست اوف 3 يعني. طب هسالك سؤال يا كابتن اسلام برضو معلش يعني ما دي برضو ازمه مش سيبك من اتحاد السله وسيبك اي اتحاد هل ينفع يغير شكل المسابقه اثناء المسابقه؟ لا اثناء المسابقه لا لكن ممكن ما بين الادوار ممكن ويكون في فتره كافيه ويبلغ الانديه من بدري عشان يغيروا حمل التدريب بتاعهم. على فكره المشكله اللي بنتكلم فيها دي حصلت من حوالي 3 سنين 4 سنين اتغير شكل المسابقه. طب ما الادوار ده جوه المسابقه لا ما هو جوه المسابقه لا ده المشكله اللي حصلت بقى كان جوه الادوار نفسها ما بين الماتش والماتش كان خلاص رايحين نلعب ماتش بشكل اتغير. طب ما ده دي اللي غلط دي اللي غلط من وجهه نظري دي اللي غلط يعني انما غير شكل المسابقه بين الدور والدور ودي مساحه ماشي معلش يا كابتن ادام في ظروف يا كابتن هو بص اي ما بتكلمش على الاتحاد السعودي بتكلم على كل الاتحادات جنرال. انا مثلا لما اعمل ماتش الجمعه خلي الخميس دي مقبوله ماشي ماتش كان مش حاطته لحد بقى ماشي مقبوله انما مثلا انا اجي اقول ايه لا الفرق تقف كلها شهر وشهر تقريبا لان نادي الزمالك المفروض هيسافر 12 يوم قبل البطوله عشان فقاعه يبقى شهر ونص نقول شهر نقول شهر الدوري كله هيقف وقت ان فرقه واحده اللي بتلعب جميل. هتقول لي طب ما ده بيحصل في الكوره الزمالك والاهلي بيطلعوا يلعبوا بطوله افريقيا وبيراميدز دلوقتي بيلعب بطوله افريقيا فالدنيا ايه بيبقى بيحصل توقفات بس بيأجل له ماتش هو بيأجل له ماتش هو الدوري ما بيقفش انما انت في الحاله دي هتعمل ايه هتوقف الـ 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 النشاط كله اجباري بالظبط فده برضه هيبقى فيه عدم تكافؤ فرص. انا وجهه نظري كده بس كلام بيقوله كابتن سلعاوي كلام محترم ان انا راجل عايز احافظ وعارفين على اتحاد السله انه من اكتر الاتحادات الملتزمه بان الموسم يكمل ف
فالموضوع ازمه يعني، احنا شايفين ربنا يعني يبقى ليها مخرج، بس بشكل ان يبقى فيه تكافؤ فرص. يعني انت يعني لو في حلول برضو قوله، يعني انا يعني بنفكر مع بعض يعني انا برضو رايي ان اتحاد الباسكت هيلاقي لها حل يعني شو، لان هم عايز ينجح مسابقه، اي واحد عايز ينجح شغله او عايز ينجح حاجه لازم هيلاقي لها حل. هيوجد حلول، هيوجد حلول. بس لازم حلول بقى في الانديه لازم، لا الاتحاد هو صاحب القرار. لا يا كابتن، ما هو انت دلوقتي هتغير شكل المسابقه في وسط الموسم، ممكن نادي يتضرر، ممكن نادي اكس واي زد اي نادي. لا بس هو هيغيره في دور واحد، مش هيغيره في كله. لا ما هو الدور ده الفاينلز. لا يعني ابسط مثال على من وجهه نظري مثلا، احنا بنتكلم ان دور الثمانيه اللي مبعوث رسمي دور الثمانيه والسيمي فاينل والفاينل بيست اوف فايف. لو انت خلصت الراوند اللي جاي ده يوم الخميس والدوري هيقف، هتلعب الكاس حد دي اخر مواعيد عندك، ماشي هيبقى عندك شهر على ما تلعب تاني. ممكن في خلال الشهر ده، هو ده اللي انا بقوله بقى، عندك فتره كافيه ممكن تبعت للانديه انا هغير يا جماعه شكل الدوري لما الزمالك يرجع من افريقيا في رمضان يا كابتن. ماشي هقول يا جماعه البيست اوف فايف ده هيبقى بيست اوف 3، او مثلا ماتش واحد في ارض محايده عشان عايز اخلص. انا تعاقدت مع صفقات مثلا وجبت لعيبه مثلا، نقول الاتحاد السكندري وعمل سكواد جامد جدا، مش هتكلم على الاهلي عشان ما حدش يقول لك يعني. يا كابتن هيثم، هو التغيير اللي احنا بنقوله ده او اللي الاتحاد هيعمله من فراغ ولا في سبب، في هدف؟ طبعا طبعا مصلحه المنتخب الدولية. لا والاشتراكات الدوليه في نادي هيطلع يمثل. لا يعني انا بتكلم انه هغير شكل المسابقه ليه؟ لاسباب. ايه اللي هي الاسباب؟ الاسباب ان دي الوقت، لدي الوقت عشان المنتخب عنده بطولة مهمة. ما هو يبقى مش المنتخب اللي زنق الدنيا، اللي زنق الدنيا اشتراك نادي الزمالك في افريقيا. لا لا الزمالك ماشي، لو ما فيش اشتراك الزمالك خلاص. طب ولو ما فيش منتخب؟ لو ما فيش منتخب هيرجع بعد الزمالك ما يرجع من افريقيا يلعب براحته. مين اللي معروف من الاول؟ مين اللي معروف من الاول؟ بطولة افريقيا. بطولة افريقيا المنتخب معروفة ده دلوقتي، من دلوقتي اقول لك كان في كمان سنتين شهر 8 مظبوط مظبوط. انما انا رايي يعني ازمه، مش بس انا رايي حاجه ثانيه خالص. هي المشكله مش في كده، المشكله في اللعيبه الاجانب اللي انت متعاقد معاهم. صح اديك شوف دي مشكله ثانيه دي مشكله اهم من الاولانيه. هتمد اسبوعيه، هتمد لهم شهريه، هتمد ليهم فتره. ليه هو التعاقد بيبقى بالموسم ولا بالشهور؟ بالشهور طبعا. ليه مش الشهر اللي موجود؟ انا دلوقتي كنت اخلص، برافو عليك يا كابتن. انا اخلص في شهر 5 كده، انا اخلص في شهر 6 ممكن سبعة. يكون عامل حسابه انه اخلص في شهر 6 ماضي عادي ثاني في شهر 8 على فكره. وفي ناس بتمضي بعد اسبوع من نهايه عقدها، يعني بتمضي لغايه معاك 30/5 7 6 بتكون ماضيه في حته ثانيه وعندها دوري بدا، خاصه ان في بلاد الدوري بيبدا عكسك. ايوه يعني في دول في شرق اسيا في شرق اسيا بيبداوا بدري يعني واخد بالك ازاي؟ الشتاء والشتاء صعب طبعا اللعيب المحترف، الا لو فده هيلزم الانديه، لا تقعد الراجل اللي عندك موسم يا تمد له، لا هتمد له، لا متى هتغيره. يعني هي برضه هي المشكله في ماتش الاهلي وسموحه، بس عشان الناس ماتش الاهلي وسموحه الاخير اللي كان في صالتنا وادينا اداء اكتر من المشكله في اللعيب الاجنبي اكتر من شفت يا كابتن. يعني انت كل ما بتبقى سبورتنج ما عندوش المشكله دي ولا جيش سبورتنج اكتر ولا اكتر فرقتين. بس لو اتلعب دور الثمانيه قبل اي تغييرات، ما هو برده ممكن وارد جدا الفرقه دي يكون حظها اقل. اكيد يعني خدت بالك ازاي دي نقطه تعد التكافؤ اللي بتقول عليه بالظبط، تكافؤ الفرص. فانا بقول لك هي، وكمان هيبقى الزمالك بيلعب بره ماتشات وجاهز والكلام ده كله. مثلا مش قصدي الزمالك كزمالك، اللي هيشارك هو كان الزمالك اللي هيشارك هيبقى بيلعب وجاي مستعد وانا قاعد مريح. وما اقدرش كمان العاب اللي موجود واوقف ماتشات الزمالك بس لان في بلاي اوف، هو هيلعب مع مين؟ لازم كل تكافؤ فرص. فالموضوع ازمه، بس ان شاء الله ليها حل اكيد يعني. بس انا شايف ان مخرجها الوحيد ان انا هاجي على المنتخب، ما ملهاش مخرج تاني يعني. كمان انا عندي اخبار كمان يا كابتن، بس مش قادر اتاكد منها يعني، ما اقدرش اقول ان انا يعني كلام بيتكتب على الصفحات، الصفحات دي ما اعرفش رسميه ولا مش رسميه، انه في خطاب جه من الاتحاد الافريقي، معرفش جه بقى على نادي الزمالك، جه على ايه، ان اخر جوله تبقى يوم 19 ابريل لنادي الزمالك، اخر جوله لنادي الزمالك تكون 19 ابريل في المسابقه المحليه، which is 2 weeks بس. انت عندك النهارده، انت بتتكلم النهارده احنا 5 عندك اسبوعين، هتلحق بقى في اسبوعين تعمل ايه بقى؟ برضه ازمه منهم اسبوع رمضان من 13 ل 19، يعني عليك يعني منهم اسبوع اللي هو انا فاكر يا كابتن زمان، فاكر كنت سال اول حضرتك تفتكر كنا اول اسبوع في رمضان ما بنلعبش بس انت عارف برضه كابتن حسام، انا عايز اقول حاجه، هي الموضوع بتاع التاجيلات والحاجات دي، لو تجيت حضرتك بصيت كابتن اسلام للادوار اللي جايه، الاول يلعب الثامن والثاني يلعب السابع والثالث يلعب كده، هتلاقي برضه الماتشات دي لو اتغيرت من 5 ل 3 مفيش مشكله فيها، مش هتفرق. تمام. مش هتفرق. وهي كانت السنه اللي فاتت بس في 3 انا فاهم، دي المخرج اللي ممكن يضايق الدنيا عشان ذلك بقول لك ان اتحاد الباسكت لديه الكفاءات انها يحل المشكله ان شاء الله. استاذنكم يا كباتن نروح لارض الملعب لسالة حامد، مراسلتنا طبعا او مراسلينا الاثنين سالة حامد وكريم احمد من ارض الملعب، اتفضل يا سالة.
برحب بك يا كابتن هيثم، وبرحب بكل ضيوفك الكرام في الاستوديو، وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يمكن هكون معاك النهارده انا وزميلي كريم احمد من داخل ملعب صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، عشان ننقل لكم كل الامور والاجواء قبل بدايه وانطلاق مباراه اليوم، مباراه الاهلي وسبورتنج في الجوله 13 من بطوله دوري السوبر للرجال. يا كريم طبعا برحب بك في البدايه، وان شاء الله النهارده وشك يكون حلو طبعا على فريق النادي الاهلي في مباراه اليوم. اهلا بيك يا ساره، طبعا برحب بيك وبرحب بكابتن الكبير كابتن هيثم السعيد وكل نجوم الاستوديو التحليلي. بالتاكيد طبعا يا كابتن هيثم، زي ما زميلتي ساره قالت، مباراه مهمه وتحدي جديد النهارده لرجال كره السله بالنادي الاهلي، مباراه غايه في الاهميه وغايه في الصعوبه. سبورتنج واحد من الفرق المميزه جدا، لكن كالعاده يا كابتن هيثم بقى من خلالك ومن خلال السله ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي اخبار عديده نطمن بيها كل الجمهور النهارده. يا سلام كل الاخبار معاك بيه، نبدا النهارده بايه بالنسبه لمباراه اليوم الاهلي وسبورتنج؟ يمكن خليني اقول لك طبعا زميلي كريم والكابتن هيثم ولكل جماهير النادي الاهلي اخر تطورات المصابين والغيابات الموجوده في فريق النادي الاهلي لمباراه اليوم. يمكن خليني اقول لك ان كابتن احمد سلعاوي وكابتن محمد مصطفى مودي هيكونوا متواجدين النهارده في قائمه المباراه، ولكن مش هيشاركوا طبعا بنسبه يعني كبيره، او لو هيشاركوا هيشاركوا يعني بفتره قصيره زي ما بيشاركوا في التدريبات الجماعيه كمان بفتره قصيره، لان مازال بيعانوا من اصابه طبعا بسيطه. كلنا عارفين يمكن محمد مصطفى مودي بيعاني من التواء في الكاحل طبعا في التمرين قبل مباراه سموحه الماضيه، ولكن هيكونوا متواجدين النهارده في مباراه اليوم. يمكن مباراه اليوم كمان يا كريم هتكون ان شاء الله حافز كبير ليهم عشان يكونوا متواجدين مع الفريق في مباراه طبعا الاتحاد السكندري، المباراه الاخيره اللي هتكون في الدور الثاني من بطوله الدوري يوم الجمعه الجايه في طبعا مدينه الاسكندريه. يعني مباراه اليوم كمان هتكون طبعا صعبه لكل لاعبي النادي الاهلي، طبعا كلنا عارفين مباراه سبورتنج المباراه الاخيره اللي جمعت ما بين الاهلي وسبورتنج في الدور الاول من بطوله الدوري. يمكن نادي سبورتنج تفوق على النادي الاهلي، ولكن النهارده ان شاء الله النادي الاهلي يتفوق على نادي سبورتنج والمباراه تكون من نصيب النادي الاهلي، وده يدي حافز طبعا لاعبي النادي الاهلي قبل مباراه الاتحاد السكندري. بالتاكيد يا سلام، يمكن زي ما انت بتقولي مباراه تحدي كبير ومباراه صعبه جدا، ممكن زي ما سلا اكدت عوده اكتر من عنصر يا كابتن هيثم الفتره اللي فاتت يمكن يعني بيضيف شيء كبير جدا. يمكن سلعاوي ومحمد مصطفى مودي مش هيشاركوا، لكن قوه، وواضح ان الفتره اللي جايه ان شاء الله يا سلا كمان ممكن يكون ليهم دور في مباراه الاتحاد السكندري، مباراه مهمه. يمكن كمان على الجانب الاخر انت عارف الرغبه موجوده اكيد عند نادي سبورتنج، وايضا كمان عندهم رغبه كبيره ان هم يكونوا متواجدين بكل قوه. ويمكن يا سلا كمان التعثر الاخير بيدي ضغط شويه على الجهاز الفني ولاعيبه النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله لاعيبه النادي الاهلي النهارده تكون موفقه بشكل كبير جدا، ويكونوا ان شاء الله باذن الله على قدر المسؤوليه ويقدروا ان هم يحققوا نقاط هتساعدنا بشكل كبير قبل مباراه الاتحاد السكندري. لكن يا سلا كمان يمكن نقطه مهمه ممكن هتتكلمي معايا فيها، واكيد الكابتن هيثم عقب على هذا الامر ويمكن اثار هذا الكلام الكابتن هيثم السعيد، ويمكن هي النقطه الخاصه بالاتجاه اللي احنا شفناه ان ممكن يكون في الغاء البطوله مع الحسبه الكبيره اللي بنعذر اكيد فيها الاتحاد المصري لكره السله. بطوله الفتره اللي جايه عند نادي الزمالك عنده بطوله افريقيا، هيسافر بشكل كبير، ده هياثر واحنا داخلين في فورمه المباريات. شايف الامر ده ازاي؟ واكيد الكابتن هيثم اثار هذا الموضوع بشكل كبير جدا. يا سلام اكيد يا كريم، النقطه اللي بتتكلم فيها دي نقطه مهمه جدا، وطبعا الناس النقطه دي يمكن اتكلم فيها كابتن هيثم في الاستوديو، انه طبعا يعني توقف او الغاء بطوله الدوري ده ممكن ياثر على مستوى الفني للاعيبه النادي الاهلي وادائهم. يمكن شايفين لاعيبه النادي الاهلي في الفتره الاخيره من الجوله الثامنه للجوله ال 12 في الدور الثاني من بطوله دوري سوبر للرجال، شايفين لاعيبه النادي الاهلي يمكن بيادوا احسن من كل مباراه الجوله الثامنه للجوله ال 12، الاداء بيتطور طبعا مع رجوع المصابين لقائمه الفريق. فطبعا بتمنى انه الاتحاد المصري لكره السله يشوف حل للموضوع ده، يعني حل انه ما ياثرش طبعا على لاعبي النادي الاهلي والجهاز بالتأكيد. الفني بالتاكيد ان شاء الله. بالتاكيد طبعا اكيد بنتمنى الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. عندنا بقى بناخدها خطوه خطوه زميلتي سالا وكابتن هيثم، عندنا مباراه مهمه النهارده لسبورتنج ثم مباراه الاتحاد، لكن يا رب ان شاء الله النهارده يكون كمان الكابتن اشرف توفيق قدر ان هو ان شاء الله يستطيع ان هو يكون قياده فنيه من خارج الخطوط جيده جدا. لعيبتنا كمان النهارده يا سالا ان شاء الله تكون مركزه بشكل كبير في عناصر مميزه جدا في فريق سبورتنج، محتاجه شغل فني كبير جدا، لكن ان شاء الله كابتن هيثم باذن الله ثقتنا كبيره في اللاعبين والجهاز الفني الاهلي بمرحله بنأكد عليها كل مره، يا رب ان شاء الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي. مستمرين معاك بالتاكيد يا كابتن هيثم ومع كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، كل الكواليس الخاصه والاخبار بمباراه الاهلي وسبورتنج، ومستمرين معاك ان شاء الله يا كابتن هيثم حتى نهايه المباراه. عوده ليك من جديد كابتن هيثم السعيد. كريم احمد وسلام حامد بشكركم شكرا جزيلا. يمكن تغطيه زي ما حضراتكم شايفين اكثر من رائعه، جابوا لنا كل التفاصيل الديتيلز، شفنا الفرقتين وهم بيسخنوا، طبعا لقطات مش هتشوفوها غير على قناه النادي الاهلي وحصريا على قناة النادي الأهلي اللقطات اللي من كواليس المباراة. نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل حوارنا عن مباراة كرة السلة النادي الأهلي وسبورتنج، ولكن بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد، وبنفكركم تاني هنا اللي حضراتكم على الهواء مباشره بعد اقل من نصف ساعه مباراه الاهلي وسبورتنج من صاله الامير عبد الله الفيصل في دوري السوبر لكره السله في الدور الترتيبي موسم 2021. والنهارده الحقيقه كمان كان بيتلعب قبل نهائي كره اليد، الدور قبل نهائي دور الثمانيه في كره اليد دور الثمانيه. فهنقول لكم النتائج بسرعه. النادي الاهلي كان بيلعب الطيران، فاز على الطيران 30-27. اذا النادي الاهلي تاهل للدور قبل النهائي. هيلعب مين؟ الزهور كسب طلائع الجيش، الزهور كسب في مفاجاه مدويه، الزهور كسب نادي طلائع الجيش 31-29. الاهلي هيلعب الزهور في قبل النهائي. الطرف الثالث في دور الثمانيه كان الزمالك مع اسيوط، اسيوط انسحب، الزمالك تاهل. الرابع الطرف الرابع في دور الثمانيه كان هليوبلس وسبورتنج، وبرده في مفاجاه مدويه هليوبلس فاز على سبورتنج 32-30. الزمالك هيقابل هليوبلس في قبل النهائي. بفكر حضراتكم تاني اللي مش قادر يشوفنا على قناه النادي الاهلي في بث مباشر على صفحتنا على الفيسبوك وايضا قناتنا على اليوتيوب شانل. كابتن سلاوي اجي لحضرتك. مشكله النادي الاهلي الازليه هذا الموسم، وان الفرق بتوصل علينا تسجل فينا في شوط واحد 28 و29 و30 نقطه في بعض الاحيان، سكور كبير قوي بيجي بينا في شوط. شايف ده ازاي وازاي نقدر نوقفه؟ والله انا يعني اللي انا شايفه في بالنسبه ان الدفاع ما فيش، يعني الدفاع ما فيش انسجام، مع ان كابتن اشرف متخصص طبعًا في الدفاع، وان يعني الدفاع ده عنده اساس، اللي ما بيش عامل دفاع مش بيلعبش. لكن انا شايف ان اللعيبه الانسجام لسه بينهم والترابط لسه ما وصلش لدرجه عاليه من الكفاءه. لكن الـ 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 الامور بتتحسن. الدفاع كان احسن في الشوط الثاني والثالث من مباراه سموحه زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، تماسكت الفرقه واصبح ان لهم شكل في الدفاع. طيب كابتن، خلينا نروح لارض الملعب وزميلنا كريم احمد واحمد ولقاء مع مخطط الاحمال اكرم اكرم عبد الفتاح. اتفضل يا كريم. بجد تحيي لك من جديد كابتن هيثم السعيد، برحب بيك طبعا في البدايه وبكابتننا الكبار كابتن اسلام علي وكابتن سلاوي. انا معايا طبعا يمكن اخصائي العلاج الطبيعي طبعا دكتور اكرم محمد عبد الفتاح، واللي دير كبير جدا مع الجهاز الطبي بالتاكيد يا كابتن هيثم، لان الحقيقه الفتره اللي فاتت كان مجهود كبير جدا، عندنا اصابات وعندنا كانت لعيبه راجعه من الاصابات، فالحقيقه حابين نطمن معاه ونتكلم على اخبار فريق النادي الاهلي. برحب بيك طبعا يا دكتور، وتحياتي كابتن اسلام علي وكابتن سلاوي الكبير وكابتن هيثم السعيد. اهلا وسهلا بحضرتك وقبل كابتن هيثم وكل الضيوف الكرام، كابتن اسلام، كابتن اسلام وكابتن سلعاوي العظماء في الاهلي طول عمري اللي بحبهم واللي اتشرفت اني اتعاملت معاهم كتير. انا هبدا معاك باخر حالتين، احنا شايفين الحقيقه يمكن سلعاوي وشايفين كمان محمد مصطفى مودي، والحقيقه يمكن دورهم كبير جدا الفتره اللي فاتت، وكل ما بنفتقد عنصر من عناصر اللعبه وتحديدا فريق النادي الاهلي بيبقى له تاثير. الدور اللي اتعمل معاهم ايه وجاهزيتهم ايه، وممكن نشوفهم النهارده في الجيم ولا لا يا كابتن؟ ان شاء الله الحمد لله ان هم رجعوا في اسرع وقت ممكن يعتبر. كابتن محمد مصطفى كان اتصاب في يوم الخميس اللي فات، والحمد لله عرفنا ان احنا نرجعه تاني في الفتره قريبه جدا، في ان احنا ننزله يوم الاثنين، وان شاء الله هيبدا يلعب معانا النهارده وحسب رؤيه الجهاز الفني. بس ما شاء الله هو الوقت حاليا على اعلى مستوى. كابتن سلعاوي بعد اصابات مختلفه ودايما بندعيله بالشفاء، هو مجتهد جدا وتحمل على نفسه جدا الفتره اللي فاتت عشان يلحقنا في الماتشات الجايه، وان شاء الله تمنياتي ليه بان هو يبدا النهارده ببدايه خير عليه ان شاء الله، ويكمل معانا للاخر بالمستوى المعهود ليه القديم اللي احنا عارفينه ان هو من كابتن من كباتن مصر وكباتن النادي الاهلي. يعني عندنا الجمال وعندنا عمر طارق وعندنا ايهاب امين، يمكن عدد ايضا كمان من اللعيبه، وتحديدا ايهاب امين. ابدا معاك بايهاب، برده تجهيزه الفتره اللي فاتت كان في وقت قليل بيعود ليكوا، وبيرجع كمان لاصرار اللاعب ومدى تحمله لان المباراه الصعبه مهمه جدا. كلمني على الثلاثي ده بالتحديد يا دكتور. هو بالنسبه للكابتن ايهاب امين، هو كان عنده مشكله شرخ في صباعه، فالمشكله دي مستمره معاه لحد دلوقتي للاسف الشديد، ان هو لازم كل مره يتربى باسلوب معين، لازم يتاهل باسلوب معين. هو بصراحة بيتحمل على نفسه عشان خاطر الفريق طبعا، غير الماسك اللي هو بيلبسه عشان خاطر الكسر اللي عنده. عندنا كابتن الجمال عنده مشكلة دايما يعني مستمرة شوية معاه الفترة اللي فاتت في السمانة، وهو تحمل على نفسه الفترة اللي فاتت وما شاء الله عليه ربنا يحفظه، يعني جه على نفسه في التأهيل والكلام ده كله، وإن شاء الله نلحق معانا. عندنا برضو كابتن أبو النصر، كابتن أبو النصر كان عنده سبرين أنكل خفيف جاله من يومين في التمرين، وما شاء الله برضو تأهل معانا وظبطناه وهينزل النهاردة كامل إن شاء الله. وطبعا عمر طارق من الناس اللي هي عندها سبرين أنكل بقاله فترة طويلة، لو الناس تفتكر في مباراة سموحة اللي هي كانت أصلا في اسكندرية، وراجل متحامل على نفسه، وإحنا برضو معاه أول بأول وجلسات وتأهيل
والحمد لله ما شاء الله ان هو حاليا يعتبر جاهز تمام التمام ان هو ينزل الماتش ان شاء الله. لا انا والله بس كنت عايز احب ارسل رساله ان تمنيات الشفاء العاجل لكابتن طارق الغنام الانسان المحترم والدكتور هيثم اللي هو زميلي اللي هو اصلا ماسك الدرجه الاولى واحنا كلنا بنخدم الكيان فانا جاي مكانه لحد ما يجي ان شاء الله بالسلامه وتمنيات اليوم بالعاجل وتمنيات الاهلي كله ان شاء الله ان الدوري عندنا ان شاء الله هو الكاس. شكرا. بنشكر اكيد يعني اكيد الاخصائي العلاج الطبيعي للنادي الاهلي وهاخد من كلامه كابتن هيثم يعني بنشوف ونسمع ان ايهاب حتى هذه اللحظه لسه الاصابه مستمره وبيربط وبينزل ده بيرجع للقيمه الكبيره وروح النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي هم دول الرجاله اللي بناكد عليهم في كل مره مهما كان الحمل ومهما كان التعب ومهما كان التحامل الكبير اللي بنشوف فيه لعيبه النادي الاهلي يا رب ان شاء الله باذن الله مباراه اليوم يكون ليها تاثير كبير تركيز كبير وان شاء الله تحسم للنادي الاهلي. عوده لك من جديد والكابتن هيثم السعيد. زميلي كريم احمد من ارض الملعب بشكرك شكرا جزيلا. يمكن كابتن اسلام برضو مازال يعني الإصابات تلقي بظلالها على الفريق حتى اللي بيلعب برضو مش جاهز طبيعة اللعبة وطبيعة الحمل للفرقة فيه. انت كمان لما كان في عندنا مصابين ما كانش فيه فرصة ان كابتن أشرف برضو يشارك بالبدايل اللعيبة الصغيرين تحت 20 سنة لصعوبة الماتشات فبالتالي بيحمل على اللي موجود فاللي موجود بيستهلك وبيتعرض للإصابات حتى لو مش إصابة ممكن يبقى إجهاد صح فبيبقى عرضة للإصابة اللي بعد كده فده وضع طبيعي لطبيعة المنافسة وطبيعة الفرق القوية. زي ما كابتن سعاد بيقول الوضع بيتحسن وإحنا ماشيين في شكل كويس إن شاء الله الأدوار اللي جاية الشكل الفرقة لما تكمل كامل احنا لحد دلوقتي الحمد لله الجوله الثانيه 5-5 الحمد لله والنهارده ان شاء الله يبقى 6-6 بغض النظر عن الماتش السابع وارد انما وارد مفيش اي مشكله برضو يبقى ماشيين بشكل كويس. يعني يمكن يا كابتن لما كنا بنتكلم في الاستوديو هنا كان بنلاقي منتقدين يقول لك يعني انت بتقول الاهلي يعني بيخسر وبتبرر وبتاع احنا قلنا لا قلنا ان ممكن نخسر بطوله وده خلي بالك المتصدر هو الاتحاد خسران ماتشين والمكسب والخساره بايد ربنا سبحانه وتعالى ولكن احنا ما نخسرش كده يعني النادي الاهلي فرقته بالسكواد اللي عنده لو كامل مستحيل يخسر كده المكسب وخساره البطوله دي من عند ربنا متفق معايا ولا مظبوط بس في حته برضو حته ان ممكن ابقى مش كامل واكسب وممكن ابقى كامل واخسر هي قصه احنا بنتكلم في قصه الاصابات يعني كتير وكتير جدا ومفيش فرقه تستحمل كل ده ومع ذلك احنا اهو يعني زي ما في بدايه كلامي قلت لك انا بحيي الجهاز الطبي على انه شغال ليل ونهار على المصابين بالكامل اخرهم الحمد لله احمد السلعوي نزل الملعب اهو ومحمد مصطفى مودي النهارده يعني سبرين خلاص بيخف وبس هو في ال 12 ده دليل ان كابتن اشرف برضو ايه يعني طب عايز خلينا نستعرض مع بعض كده يا كابتن يعني ابتدي معاك يا كابتن هدام حضرتك قلت ال 12 احنا خلاص جبنا القائمه من فرقتين كابتن سرعاوي استاذنك نستعرض قائمه او ال 12 لاعب اللي هيلعبوا النهارده من النادي الاهلي اتفضل يا كابتن. عمرو الجندي محمد مصطفى مودي ايهاب امين اليكس يونج احمد السلعاوي سيف سمير ابراهيم الجمال مودي الجرحي واحمد مهيب وعبد الفضيل ابراهيم محمد ابو النصر عمر طارق يعني كده بره اللقاء النهارده حاتم البحيري واحمد حمدي وعبد الله ناصر عبد الناصر قول ناشئ يعني ما اعتبرش بره بس اللي بره النهارده عندنا احمد حمدي وحاتم البحيري بصرف النظر عن ال 12 الموجودين احنا عندنا في جهاز الناشئين اللي هو كابتن اسلام بيمرن فرد 20 سنه الشباب. اللي هي تحت الدرجه الاولى في حوالي عنده 5-6 لعبوا السنه دي واشرف اداهم فرصه صحيح. ولعبوا وكانوا على قد المسؤوليه هو كان مجهزهم كويس يعني احنا عندنا ذخيره فعلا من قطاع الناشئين سواء اللي ماسكهم كابتن اسلام علي او كابتن ياسر او اللي تحتيه او الفتوح او بطل الجمهوريه لسه عن بريك احنا برضو عايزين نبارك لكابتن ياسر لسه كسبان بطوله الجمهوريه وحتى في قطاع البنات عمرو صابر لسه كسبان بطوله الجمهوريه تحت 18 سنه بنات فاحنا عندنا في وانت اسلام بقى عايزينك ان شاء الله في قطاع الناشئين عندنا وقطاع الناشئات عندنا ذخيره فعلا عند النادي الاهلي مليء باولاده اللي هم على قد المسؤوليه وفي ناس اتزقوا السنه دي سواء في الولاد والبنات اثبتوا ان هم اكفاء وعلى قدر كبير من المسؤوليه. هتلاعب مين بكره كابتن اسلام؟ انا عندي 5 ماتشات في 6 ايام اولهم بكره جزيره الورد ماتش متوسط المستوى ثاني يوم زمالك ثالث يوم سبورتنج ماتشين تقال ورا بعض ربنا معاك رابع يوم راحه خامس يوم جيش سادس يوم اخر يوم جزيره ان شاء الله ربنا معاك ان شاء الله ربنا معاك باذن الله. وانت من ساعه لما توليت سواء مدرب عام مع طارق خيري او لوحدك توليت مسؤوليه الفرق
حملت انجازات يعني بصراحه جميله جميله. صحيح كابتن اسلام كان لاعب مميز يعني بالظبط. هو كمان عنده يعني اعصابه في الثلاجه اسلام فالدنيا بتبقى عنده سهله يعني. كابتن اسلام خلينا نروح لقائمه سبورتنج. احنا عرفنا 12 لاعب عشان طبعا جماهير وعشاق نادي سبورتنج يعرفوا كمان مين ال 12 لاعب اللي هيلعبوا. اتفضل كابتن. جات لنا قائمه مؤمن مكرم عبد الرحمن خالد احمد هشام ميدو كو كابتن فريق في عدم وجود احمد منير اللي هو كابتن فريق مش هيلعب النهارده مصاب. كو كابتن احمد هشام يجي بعديه يوسف رفعت سليم العسوي عز الدين فريد باسم الليسي يوسف شحاته ابراهيم حجازي محمد خرشد اشرف ربيع عمر بهاء. ملاحظه مفاجاه عمر بهاء. ملاحظتي على السكور شيت ال 12 لعيب بتوع سبورتنج فيهم 3 لعيبه تحت 20 سنه فعلا. ظروف مصابين عنده 5 مصابين اهمهم طبعا كابتن احمد منير كابتن فرقه. لكن الملاحظه دي انه جاي يلعب الاهلي في الاهلي ويحط 3 لعيبه تحت 20 سنه بس ده معنى كده الملعب يبقى فيه جري كبير. بص يا كابتن دي لقطات يعني حصر من ارض الملعب. لا والثلاث لعيبه دول 3 لعيبه مميزين تحت 20 سنه. انت عارفهم انت. انا فرصه كويسه ان انا اتفرج على الماتش النهارده عشان اذاكرهم اكتر. طبعا انا عارفهم اتفرجت عليهم في كذا مناسبه بس يعني النهارده هتفرج عليهم بتركيز اكبر. وبكره هم هيلعبوا مع جزيره برضه هتشوفهم قبليه انا يعني هم هيلعبوا النهارده ويروحوا بكره يلعبوا الجزيره. الماتشات فين يا كابتن بتاعتك؟ في صاله الشرقية الدخان. يعني هم يطلعوا من معسكر الفريق الكبير مش هيروحوا الفرقه هتروح هم قاعدين رايحين هتلاقوا معسكر الشرقية الدخان عشان يلعبوا مع فريقهم بكره. بس يعني اكيد برضه هم منسقين مع بعض يا كابتن يعني اكيد الفريق الاول يعني كابتن وائل بدر منسق برضه مع فريق عشان هو طبعا مدير فني عشان كابتن سيف. هو طبعا الاهميه والاولويه للفريق الاول طبعا ما قلناش حاجه ولكن الادوار اللي قبل كده في بطوله الجمهوريه او حتى بطوله المنطقه ممكن لو هو محتاجهم في الفريق الاول ما ينزلهمش. لكن انت وصلت لاخر مرحله في بطوله الجمهوريه فانا اعتقد ان كابتن وائل هيسيبهم وخصوصا ان هو فاضل له جوله واحده في ومحسومه وبتهيالي لان هو فرقه 20 سنه سبورتنج بطل اسكندريه ومرشح يبقى بطل جمهوريه. فانا اعتقد ان هو يعني مش هيظلمهم ان هم يعني يحرمهم اعتقد انه هيسيبهم. وفي نقطه ثانيه برضو مهمه جدا كابتن اسلام. اتفضل يا كابتن. ان الدرجات في الثانويه العامه يعني سؤال ال 18 اللي حضرتك بتقولها دي اساسا سبب استئناف المسابقه. كل الاتحادات عملت كده. فهو يعني لازم الاولاد برضو هو الانضمام للفريق الاول وكل حاجه بس في مستقبل فالانديه بتراعي حته المستقبل. خلي بالك حتى يعني دوله رئيس الوزراء راعه ده في القرارات الاحترازيه اللي اتخذت ان هو وقف دوري الناشئين ده من لغايه من قبل 1/4 لغايه 1/4 لغايه 1/1 ابريل كان ما قبل ذلك كان موقف دوري الناشئين فقط. انما الشباب يستأنف عادي عشان النقطه اللي حضرتك بتقول عليها التفوق الرياضي عشان طبعًا مستقبل الولاد طبعا لازم لان الاهتمام العلمي زيه زي الاهتمام الرياضي. صحيح وتفرق مع واحد درجه 2 3 ممكن توديه في كليه ثانيه يعني يروح من حته لحته بسبب التفوق الرياضي. طب خلينا برضو نتكلم يا كابتن سريعا كده لان خلاص احنا دقيقتين ثلاثه وهنروح لارض الملعب او دقيقه سريعا كده في 30 ثانيه يا كابتن اسلام وكابتن سلاوي 30 ثانيه توقعاتك للمباراه يا كابتن اسلام. لا اتوقع ان شاء الله الاهلي يفوز بفرق كويس يعني من 15 ل 20 بونت يعني. كابتن سلاوي توقعاتي ان شاء الله هتبقى مباراه جيده بالنسبه للنادي الاهلي لانه بدا يصالح جمهوره ويصالح نفسه وبدا ان الاهلي يتحط على طريق سليم. فانا شايف ان هتبقى بدايه ان شاء الله موفقه وهنستمر في المكسب وكده وهتبقى برده زي ما اسلام قال لنا ان شاء الله في الاخر. تمام دعنا نرى احداث المباراه ودعنا نرى كيف ستسير الامور في المباراه. اذا نروح لارض الملعب ونروح لمعلقنا كابتن عصام منيسي عشان نذيع وننقل لحضراتكم احداث مذيعنا كابتن سيد صابر عشان ننقل لحضراتكم طبعا احداث الفتره الاولى والثانيه وهنتقابل ما بين الثانيه والثالثه الى هناك.